أنا أعتقد هذه التصريحات ما هي إلا للاستهلاك الداخلي المحلي الإيراني، لأنه ليس بوسع إيران أن تهدد الولايات المتحدة تهديدا حقيقيا. أقصى ما تريد أن تقوم به إيران هو ممكن استهداف بعض الموارد النفطية للكويت أو لبعض دول الخليج، ومن ثم يقابلها موقف أميركي متفرج لإشعال المنطقة، والخاسر هي المنطقة أكثر، وأمريكا متفرجة على ما يجري. يعني أمريكا عادة ما تتخلى عن حلفائها في مثل هذه الظروف. ولكن التهديد على لسان رئيس إيران وليس على لسان قائد عسكري أو قائد سياسي في الدولة. حتى لو احنا تعودنا على تهديدات قائد الثورة الخامنئي، وما هي إلا الاستهلاك المحلي والداخلي. منذ كم سنة وكم عام والخامنئي يهدد الكيان الصهيوني؟ هل وفي نفس الوقت الكيان الصهيوني استهدف القوات الإيرانية في سوريا عشرات المرات ولم يرد ولا بإطلاقة واحدة. لا يهم أيا كان هذا النظام اعتدنا على تصريحاته، وما هي إلا كما ذكرت لك هي للاستهلاك المحلي والداخلي، ليس بوسعها تهديد الولايات المتحدة. إيران دولة نامية من العالم الثالث، هل تجرأ على تهديد الولايات المتحدة؟ ستسحقها خلال ساعات لو كانت هناك جدية في التهديد. ولكن ألا تظن أن هناك مخطط مسبق للسيطرة على المنطقة الخليجية، وتكون الذريعة هي العقوبات الأمريكية؟ هذا وارد، ممكن كل شيء. هناك فوضى وليس سيطرة كاملة، هناك ممكن أن أمريكا تحدث فوضى تتفرج على حلفائها وإيران تستهدفهم. إيران تستطيع أن تستهدف الكويت وتستطيع أن تستهدف دول الخليج، نعم، ولكن أيضا الولايات المتحدة ستكون متفرجة، ولهذا السبب ممكن أن تشعل المنطقة حرائق، واعتدنا على إيران أنها تشعل حرائق في المنطقة. ولكن يعني هناك مسؤولون إيرانيون يعني هددوا بإغلاق مضيق هرمز، يعني هذا ما لا يجرأ عليه الإيرانيون على الإطلاق. هذه مياه دولية لا تجرأ إيران على غلقها، وننتظر والأيام بيننا وغدا لناظره قريب. لا يمكن، لا يجرؤون على تهديد الولايات المتحدة وغلق مياه دولية. إيران ندرك مدى جدية تهديد الولايات المتحدة ومدى جدية تعاملها مع دول الخليج. طب برأيك سيد حسين، يعني ما هي دلالات هذا التصريح؟ دلالات هذا التصريح أنا أعتقد هو للضغط، ليس إلا وللتخفيف على ما أزمتها الداخلية التي تعيشها. إيران استثنى منها 8 دول جوار محيطة بها، لو كانت جادة هي تستطيع أن تعالج مشكلتها الاقتصادية مع الدول المجاورة لها المستثنات مثل العراق، تركيا والدول الأخرى.